بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور عمر بنهاوي، أستاذ أنف وأذن للطب المنوفية، تخصص أنف. النهاردة أنا بحضر المؤتمر 25 لجمعية الأنف المصرية، وأنا مع المؤتمر ده من سنة 1994. والحقيقة ده يعتبر كون استمر 25 سنة ده يبقى نجاح متصل ومستمر، ويحسب للقائمين عليه، خاصة الأستاذ الدكتور رضا كامل. وإحنا في المؤتمر ده بنناقش كل ما هو جديد في جراحات الأنف والجيوب الأنفية، وكل ما هو يتعلق بالأمراض المستعصية ليها. والمؤتمر ده السنة دي دعي إليه لفيف كبير من السادة الأساتذة المعنيين بأمراض الأنف والجيوب الأنفية، ومساهمتي السنة دي كانت عن التهابات الحادة للفطريات في الجيوب الأنفية، لأنها دي من ضمن الالتهابات اللي لو حدثت خاصة في المرضى اللي هم عندهم المناعة قليلة زي مرضى السكر والذين يتلقون علاج الكيماوي والزرع الأعضاء، دول بيبقى إن ما كانش الالتهاب ده يتشخص في الساعات الأولانية منه نسبة الوفيات فيه بتتراوح ما بين 80% ل100%. فاحنا كان المحاضرة بتاعتي ازاي ان احنا نشخص بدري، وازاي نبدا العلاج من غير العينه الباثولوجيه وعينه الانسجه تيجي، على اساس ندي اكبر فرصه للعيان انه يتم شفائه من هذا المرض، وفي نفس الوقت ما يحصلش منه مضاعفات. الابحاث دي كلها بتبقى بتنصب في صالح المرضى، والمؤتمرات دي بتبقى فرصه للتعارف ما بين العلماء وبعضهم في هذا المجال. شكراً.